اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا على الارقام اللي تشوفوها اسفل الشاشه. علقوا لنا على المواضيع اللي راح نطرحها عليكم، وهي مواضيع اصلا انتم مصوريها، انتم اللي ناشريها على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف الطرق والجسور والازدحامات الخانقة. ليش؟ لأنه جماعة قاعدين يحضرون إلى انتخابات مجالس المحافظات. اليوم العاصمة بغداد مثلا ومن أيام بها ازدحامات مو طبيعية، أكو قطع إلى طرق، هذا كله نتيجة للتحضير إلى انتخابات مجالس المحافظات والاستنفار الأمني اللي سبق هاي الانتخابات. واضطروا هواية من الموظفين أنه يرحون مشي على رجليهم إلى أماكن عملهم، ويرجعون إلى بيوتهم مشي بسبب الاختناق المروري وانقطاع سير المركبات بشكل شبه كلي. فتخيل حال الموظف اللي ساكن في منطقة بعيدة عن مكان عمله، شنو وضع هذا الموظف وهو طالع الصبح يريد يلحق بالوظيفة. طب إلى الوظيفة متأخر، تخيل حال الموظف لما المدير يحاسبه يقول له ليش تأخرت، يقول له الشوارع ازدحام، يقول له ليش ما طلعت من وقت، يقول له جيتك مشي، يقول له هاي مو مشكلتي. بس الجماعة يحضرون للانتخابات ويقطعون الطرق ويسدون الطرق شيء طبيعي، لأنه مواكبهم ما ينقطع لها طريق، مواكبهم يقطعون الطرق لأجلها حتى يمشون هم براحتهم. تعالوا نشوف. هاي المشي الزين. شارع حيفا لحد الان نمشي ماكو ازدحام، ها شارع السيارات عبرناها واحنا نمشي، الصبح ازدحام والرجعه ازدحام. هذا حال المواطن العراقي اليوم. بكل بلدان العالم تصير ازدحامات، بس ما كانت اكو ازدحامات تجبر الناس ان تروح الاماكن عملها مشي، ما كانت اكو ازدحامات تجبر الناس انه يتعذبون بالروحة والرجعة حتى جناب المرشح يرتاح أو السياسي يرتاح. إضافة إلى القطوعات بالشوارع، التنظيم المروري إلى دور بانسيابية سير المركبات، هذا طبعا في حال إذا أكو شوارع معبدة وجسور خدمية كاملة، واللي أصلا شوارع العراق تفتقدها. مشهد ثاني من بغداد يبين لكم اختناق أحد الشوارع بالسيارات، تكدسها بهذا الشارع اللي اضطروا السواق إلى سلوكه وراء انقطاع الشوارع الرئيسية الثانية. خلونا نشوف. أما بالنجف بهذا الفيديو عند مجسر الزهراء اللي افتتح مؤخرا، هذا المجسر الجديد اللوحات الدلالية للطرق موجودة يم مدخل المجسر بالضبط، يعني أنت ويا صعدتك للجسر ويا طبتك أو طلعتك من الجسر تلقى اللوحة الدلالية هناك. هذا الشيء اللي يوهم هواية من السواق ويجتازوها، وراها يتبين لهم أنه هم طلعوا بطريق غلط، لأنه اللوحة الدلالية ما حاطيها قبل مسافة حتى تبين للناس روح يمنى وين تريد تروح، روح يسرى وين تريد تروح، أو اطلع قبل وين تريد تروح. لهذا السبب طالبوا عدد من المواطنين أن يتم تغيير أماكن اللوحات الدلالية ويخلوها قبل مدخل المجسر بمسافة كافية، لأنه الأمر دا يتسبب بحوادث ودا يتسبب بازدحامات يم مدخل المجسر. خلونا نشوف افتتاح مجسرات الزهراء.
مجسرات الزهراء بيها فت شغله وحده اللي هي العلامات المروريه، الناس قاعد تتيه بالمجسر، منين تطلع ما تعرف، الناس قاعد تصعد بالغلط وترجع تستدار ويصير ازدحام، والازدحام قاعد يشوفوك بالكم وترجع الناس تصعد مره ثانيه على مود تصلح المسار مالتها. كان الافضل والاجدر تصير العلامات المروريه اقرب من مدخل المجسر، يعني شوف قدامك الناس هواي قاعد تهيه بمدخل مجسر الزهراء. هاي الحالات قاعد تشوفوها هسه حاليا هي تبالكم بمجسرات الزهراء. العلامات المروريه المتواجده بوابات مدخل المجسر كان الافضل تكون اقرب للسائق على مود يقرا الدخوليه للمنافذ الاخرى. طلعوا سافروا الى كل بلدان العالم راح تلقون انه العلامات الدلاليه او القطع الدلاليه اللي موجوده مثل هاي تلقوها موجوده يم المجسرات او يم الانفاق، وهذا الكلام صحيح، مكانها صحيح، لكن اكو وحده ثانيه تصير قبل مسافه، واكو اكو اكو قواعد وقوانين لوضع الدلالات المروريه. اكو وحده ثانيه قبل مسافه موجوده حتى تنبه السواق انه انت وين تريد تروح، تريد تطلع قبل على كربلاء والحيدريه وقريه غدير، لو تريد تطلع باتجاه المناظره، حتى يعرف السائق يا مسرى بيسلك، يبقى يسرى لو يروح بالنص لو يروح يمنه. اما انتم خلي لهم قطعه واحده، واذا ما تردون تخلون الثانيه فالمفروض تخلوها قبل مسافه، وهذا الكلام صحيح حتى السواق ينتبهون حتى ما تصير هاي الازدحامات. لان ماكو مجسر او جسر بالعالم او بوابه جسر او صعده جسر او لوفه تخلي قطعه ببابها وتخلي الناس توقف بالازدحام يمها، لان هذا الحال مو طبيعي. بس انا اريد اسال سؤال، دائره التخطيط بدوائر المرور العراقيه ما موجوده؟ وزاره التخطيط شنو دورها بهذا الموضوع؟ ما خطط لما خططت الى بناء هذا المجسر للتخفيف من الازدحامات، شكرا، وراها تسبب ازدحامات بسبب القطعه مال المجسر، زين وين التخطيط مالتكم؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك أبو نورة: العلامات لازم قبل دخول المجسر بمئة متر حتى السائق يحدد اتجاهها قبل الدخول. حمزة أبو حسن: فعلا صحيح، أمس أنا نفس حالة صعدت بالاتجاه اللي أنا ما قاصده، يحتاج علامات مرورية للتوضيح. مبتسم محمد يقول: علامات الدلالة ظاهرة حضارية مختفية في عراقنا. ورائد الطائي أبو حسين: لو كان الشخص المناسب في المكان المناسب لما حدث هذا المجسر، يحتاج علامات مرورية كبيرة وواضحة ومكانها الصحيح. فتتخيل مواطنين يقول لك مكان العلامات الدلالية مو بمكانه، وأنا أقول لك تحتاج إلى علامات أخرى قبل 100 متر أو أكثر حتى تبين للناس، حتى تحدد لهم، حتى وفي بعض البلدان المتطورة من بداية المجسر إلى مسافة 100 متر أو أكثر يخلون شبيه بسياج بلاستيكي أو حواجز حتى الناس قبل بمسافة تعرف تحدد مسارها، حتى ما يصير الزحام وين؟ يم مدخل الجسر أو النفق. أبو حيدر من الموصل حياك الله. أبو حيدر، انقطع الاتصال ويا ابو حيدر. يا ابو حيدر اذا كنت تسمعنا، في حال عندك شيء وتحب تدخل ويانا بالحلقه اتمنى ترجع لنا مره ثانيه. نروح الى ملفنا الثاني. ملفنا الثاني عن قضيه حكينا بها. من المفترض انه احنا في موسم شتاء، يعني موسم الشتاء المفروض المي متواجد به نتيجة الأمطار، لكن العراق حتى بموسم الشتاء عنده أزمة بالمي وجفاف. هاي الأزمة بعدها تأرق العراقيين والفلاحين بمناطق وسط وجنوب العراق، وتسببت بهجرة هواية من الناس من الريف إلى المدن. أهالي قضاء الحسينية بكربلة شكوا من سوء الخدمات وانقطاع المياه عن أراضيهم وتهجيرهم إلى مدن أخرى. يعني يقول لك إحنا ما عندنا مي، ما عندنا كهرباء، ما عندنا خدمات، وإحنا نخاف لا نترك قاعنا
نترك مكاننا، نترك حياتنا، نترك المكان اللي عاشوا به آبائنا وأجدادنا، نروح إلى مدن أخرى، وهذا الشيء يتسبب باختناقات سكانية بالمدن وهجرة للريف. تعالوا نشوف. هاي منطقة الحسينية ورغم مجمع الكليلي تبع الإمام عون كيلوين، هذا النهر المخلف مي ماكو، خاصة هاي هسه موسم الشتاء والصيف خطرة ماكو، مي سالة ماكو، دير الحويل يعني الإعمار فقط في كربلاء، مشاريع فقط في كربلاء، ليش قضاء الحسينية ومنطقة الإمام عون إلمن تابعة مو إلى كربلاء، ليش هاي الناس قاعد تعاني صيف مع الشتاء مي ماكو، هذا النخل انتهى، الأشجار انتهت بسبب هي هو كله بسبب الفساد والفساد الإداري والمالي والهدر المالي العام، هي هاي الأسباب اللي أدت هسه إلى نزوح بعض العوائل من المناطق المهية إلى المناطق المهية بسبب هذا الفساد، هذا النخل المخلف قصروا عليه مليارات المليارات حتى يوصل المي للزرع مال الفلاح، والفلاح جاي يعاني وجاي يخسر مخاشير كثيرة من الحراثم والمبيدات ومن أشكال الحراثة والمبيدات، هسه مي ما ليش ناشد كل المسؤولين الحكومة المحلية وحكومة مركزية، ليش هذا الهدم المال العام؟ ليش مي ماكو؟ احنا ما ناشد. أنا أطالب كل المسؤولين اللي لهم علاقة بهذا الملف، أنتوا شنو دوركم؟ وزارة المياه والموارد المائية شنو دورها؟ مديرية المياه بالقضاء أو مديرية المياه بالمحافظة شنو دورها؟ بلاد النهرين، بلاد الرافدين ما بها مي؟ والأسباب معروفة للكل، يا أما قطع روافد نهري دجلة والفرات من دول المنبع، وهذا بسبب تقاعس الحكومات اللي حكمت البلد من 2003 لحد هاي اللحظة عن أداء واجبها وحماية حصص العراق، لأن حصص العراق من الماء هي حصة كل عراقي، فهي حصص عراقية في الدفاع عنها كأنما تدافع على أرضك وسمائك ووطنك ومائك. بسبب تقاعسهم عن الدفاع عن هاي المقدسات أو عن هاي الأرزاق والمقدرات، العراق بأزمة جفاف، أهوار راح تجف أو جفت، وأيضاً أنهار دا تجف، روافد دا تجف، واللي باقي من المي دا يتحول إلى مكبات للنفايات بسبب أنه أكو وزارة تسمى بوزارة الموارد المائية وماكو أي مورد مائي بالبلد، فقط وزارة تأخذ رواتب ومحسوب بالبلد أكو وزير للمياه. هذا الفيديو من قضاء الرفاعي، قضاء الرفاعي لمحافظة ذي قار، طلعوا أهالي القضاء بتظاهرة طالبوا بتوفير حصص كافية لهم من مي الشرب ومياه الري للشرب ولري المزروعات والمحاصيل، وغلقوا دائرة الري بقضاء الرفاعي وقطعوا الشارع العام بالقضاء حتى يطالبون المسؤولين بالمحافظة وبالمركز أن يستجيبون إلى مطالبهم. وحال لسانهم يقول إذا اللي ديصير اليوم وإحنا بموسم الشتاء لعد بالصيف شلون راح يكون الحال؟ خلونا نسمع. يعني السؤال اللي يجي على بالي هسه، الحكومات اللي ده تحكم البلد من 2003 لحد اليوم تدعي انه هي من شيعة الامام علي، والحسين صبط شهداء الجنة واحفاد الرسول هو والحسن قتلا وهم عطشانين في حادثة الطف، فانتوا جايين ده تنتقمون من العراق تعطشوه كله؟ هذا السؤال اللي ده يجي ببالي. الناس لما شافت هاي الفيديوهات
علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من أبو طيبة الحجيمي: وينهم نوابنا النايمين؟ ما يطلعون يشوفون الناس لو بس ملتهين بالخمط. صاحب: هاي هسه زين، تعالوا بالصيف وشوف الضيم، وجايني محمد النصراوي مرشح نفسه يريد يرجع بعد هو، انت شنو سويته إلنا؟ كربلاء كلها بلا مي، المجرب لا يجرب، كافي استحوا. وأبو أحمد الحميداوي: المظاهرات مستمرة لحين تحقيق المطالب، يوم غدا الثلاثاء الساعة 8 صباحا أمام دائرة الري، وغدير طالب تقول لعد وين أبو القدسية، وين فارس الإعمار والمشاريع. هذا كان تعليق الناس على هذه القضية، وعدنا اتصال من واسط أبو علي. حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. مساء ياسر، مساء خير حضرتك، ومساء خير لجمهور الراديو. عليكم السلام ورحمة الله. صراحة يعني اتخذت المقدمة أنه سيد شباب أهل الجنة هو يعني مات عطشان على حسب الروايات الموجودة، وهم يعني أنصار المذهب، يقول إحنا أنصار المذهب. وأنا دائما أخاطب الأحزاب الشيعية. ليش أخاطب الأحزاب الشيعية؟ لأن هم الحاكمين للبلد، والمحافظات ذات الأغلبية من العراقيين اللي يعتنقون المذهب الشيعي هم المتضررين الأكثر. نعم. إحنا نقول إحنا المكون الأكبر، تشاطر المكون الأكبر على حسب، ونقول إحنا صاحبين نسبة أكثر من عدد السكان. لأن ليش خادمهم هذول؟ أقل شيء توفر الدولة هي المياه. عندنا إحنا نهرين. نعم. لا أنت نشط سياسية وعندك قوة سياسية ومؤثرة حتى تروح للدول منابع المياه انه لازم تنطونا حصتنا وناخذها، هذا واحد. اثنين، لا انت مرتب الزراعه الموجوده في البلد، موزع الثروات المائيه بين صالح الشرب وبين للزراعه، وحتى تقول انا وفقت شيء للبلد. الامر الاخر انه حتى المياه الانابيب، ما مياه المجاري والمبخار لحد الان تعامل، يعني هو فوق ما شحت المياه، فوق ماء المضخات اساسا مو صحيحه ومو صحيه، لان تخلط يعني حشاكم ماء المجاري مع ماء المياه الصالحه للشرب. زين، ولا اخذت تدابير اخرى، يعني انتم شو اللي قدمتوا للبلد؟ ومثل ما ذكر احد المعلقين يقول تعال تخبرني مره ثانيه، كنت سويت الاوليه حتى اجيبك للثاني. يعني شنو اللي قدمتوا للبلد؟ اقل شيء هو حقوق العيش، انه هو المياه، هذا البلد اللي لازم الحكومه توفرها. انت تبني له مجسر، انت ما عندك تبني له مجسر، ولا تبنيك لشوارع تبليط ما بس يقضيك بالشتويه وبعدين تعال. واحنا مثل هذا قال احد الاخوان، احنا بهذا بالشتاء هي ماكو استهلاك للمياه. نعم. بالصيف شلون؟ طبعا انتقالاتكم غطت كل يعني كل الاشهر وغيرها انه هذه المشاكل، لكن نقول نسال الحكومات اكو حلول جذريه؟ عندكم خطه استراتيجية تقول أنا راح أحلها خلال 5 سنوات أو 4 سنوات حتى الشعب يصبر؟ مهم يلومون الشعب، يقول ليش ما تروح تنتخب؟ أنت ما حققت لي شيء، لا أنت حققت ولا أنت حاسبت المقصرين. زين، المقصرين حاسبتهم؟ طبعا لا. زين، أنا من شلون أنا أجيب لك واحد وأنت تخليك مرشح وأنت لا تحاسب مقصر ولا توفر خدمات ولا غيرها؟ أنا أخاطب صراحة، أخاطب الأحزاب تدعي طبعا ادعاء انها تمثل المذهب الجعفري الموجود في العراق. يعني الى متى هذا الكذب على الحكومة؟ كذلك اوجه الى يعني الى اصحاب يعني اهل الدين، يعني انتم عليكم اليوم الثقل الاكبر، انتم المفروض توجهون المنابر توجه من اجل المواطن، من اجل تصلح المجتمع. نعم. ايش وقت توجه منبرك الى خدمه مواطن؟ انت تخدم نفسك ترى، من تقول على معركة الطاف والمصيبة اللي حلت على سيدنا الحسين مو جديدة، احنا من زمان سمعناها وقرأناها وحفظناها، لكن قول الفاسدين هذول يعني حرم عليهم، حرم اللي انتوا تروح للانتخابات، حرم اللي تروح تنتخبهم، حرم تأيدهم، حد يعني انصح المواطن انه يروح يفضح الفاسدين. نعم الفاسدين وبصائر الدراسل. انا شاكر عن الإطالة استاذ، وشكرا على هذا الموضوع اليوم اللي غطيتوه. شكرا لك. شكرا. ابو علي. ابو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله يا ابو عبد الله. السلام عليكم استاذ فهد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ فهد، اخونا ابو علي من واسط. نعم. يعني يمثلهم هذول ماكو، يمثلهم ماكو، يقول لك دول شلون الحكم للشيعه والشيعه. يا عمي يعتل مع احتراماتي، عيب تنحشها الحشايه.
مع احترامات هذول ما يمثلون اهل الجنوب، هذول ناس زي وحراميه، اهل الجنوب نفس اهل الجنوب ما راضين عليهم. نعم. ترى بهذلوا الجنوب وبهذلوا العراق ودمروا العراق. انت من تجي رقيص هذول كل من يمثل نفسه العصابه الجاويه. ويمثل اسياده برا، يمثل اسياده بايران ويمثل اسياده بامريكا. ايران تقول له سوي هيك، سوي هيك، سوي هيك، هاي تسويها ولا تسويها. وعيمشي على نمط، على خارطه تمشي عليها ايران ورضعها. يعني ابو علي من يقول المذهب الجعفري مع احتراماتي، مع احتراماتي واعتزازي واحط على راس المذهب الجعفري، هذول ما يمثلون المذهب، هذول ينكسون اي مذهب، اي مذهب ان كان، اي مذهب ان كان بالعراق ينكسون هذول. جوي ناس حراميه شرار. بس احنا من نرجع ونقول قبل 2003، ليش قبل 2003 كان مي دجله اعلى، منسوب مي دجله كان اعلى، السبب شنو وين؟ يعني هسه مع نفسهم هسه من نجي نحكي يعني نرجع نقول ليش بك صدام كان منسوب دجله اعلى من هسه؟ هسه دجله صار مو مي استاذ العزيز. يعني غير يكون اكو ابو مارد معيه، اخو وزاره، اخو ناس الداعي، اكو ناس الداعي بحصه العراق، لو هو قاعد ماكو وجاب شله مال حراميه ويرشحهم على المحافظات. وراح يجيب حراميه ويرشحهم وين؟ على مجلس القضاء، يعني الاقضيه، بس خلاص ما يخلي كل شيء، بعد يكنس ما يخلي كل شيء. ماكو شيء يا عمي، والله ابتلينا بالناس بلوى. الله لا يوفقهم، الله لا يرزقهم ان شاء الله، انا ممنون منك استاذ. شكرا خير. شكرا لك ابو عبد الله. راح نحكي عن قضيه همينه، هاي القضيه طلعت بقناه الرافدين وتحديدا ببرنامج صوتكم هوايه فلاي بغداد. من جديد تعطلت طائرة فلاي بغداد، بس شو وقت تعطلت؟ هنا الجديد بالموضوع، عطلت الطيارة ويا ما تحركت بمطار دبي على المدرج باتجاه العاصمة العراقية بغداد. وثقوا عدد من المسافرين مشاهد من داخل الطيارة قبل أن تقلع، ولحظة تعرضها إلى عطل فني هذا اللي خلاها أنه تضطر توقف، واضطروا المسافرين أن ينتظرون بداخل الطيارة لساعات. وتساءلوا الناس اللي كانوا راكبين بهاي الرحلة، هل أرواح العراقيين رخيصة؟ زين، هذا العطل لو كان صاير أثناء الإقلاع أو لحظة طيران الطيارة في الجو أو وهي طائرة بالجو، شنو اللي راح يكون النتيجة بعد ذلك؟ وليش الحكومة، الناس هيك تقول، ليش الحكومة دا تتستر لحد هاي اللحظة على شركة عمار الحكيم رغم كثرة الشكاوى والعطلات اللي تحدث بهاي الشركة؟ خلونا نشوف. الساعة 10:30 10:23 دقيقة حركت على المدرج وعطلت، وانا وحنا صارنا بالساعة وقفنا، لا هواء ولا اكسجين ولا مي ولا حد جانا اصلا. عطلت الطيارة، طيارة واحد رخيصة، اهم شي الدولار. عم فلاي بغداد فرموها. الساعة 10:30 10:23 دقيقة حركت على المدرج وعطلت، وانا وحنا صارنا بالساعة وقفنا، لا هواء ولا اكسجين ولا مي ولا حد جانا اصلا. اكو طلب مني، اطلبه من المواطنين العراقيين، عم يقاطعوها، لا حد يشتري تيكت على فلاي بغداد، هاي مو شركه، مصلحه امانه ببغداد احسن من عندها، لانه جماعه ما عبالهم عندهم طيارات، الجماعه دا يقودون شركه خطوط جويه للنقل الجوي بعقليه تاتا، باصات دا تمشي بالشارع، الباص اللي يمشي بالشارع اذا عطل مو مشكله، بس الطياره اذا عطلت بالجو طامه كبرى. يعني انت تخيل هذا العطل صاير بالجو، طارت الطيارة وصعدت بالسماء ووقفت محركاتها على غفلة، طفت، شو يقولوا لهم؟ انتظرونه؟ لو لازم المواطن العراقي اللي يركب على فلاي بغداد يشتري جنطة بها باراشوت، بحيث الهاند باغ مالته اللي حاطه فوق باراشوت، لو شو يسوي المواطن العراقي؟ لازم يشيل وياه سبانة وكلابتين وسكول اسبانا ويقولهم يا بوخروا انا اصلح.
تنزل هبوط اضطراري، في أفضل الأحوال تنزل مرتاحة. طقت بالجاو، وقعت، انفجرت بالناس، مو ذلك كلها تروح. فقاطعوها لهاي الشركة، لأنه هي فعلياً ما تقدم شيء. ما دام أكو تكتات تنباع ودولارات تنخذ على رحلات من وإلى، راح تبقى. بما أنه الحكومة ما دايرة بال، فأنتوا اتخذوا إجراء بحق هاي الشركة. مقطع ثاني إلى نفس الشركة، فلاي بغداد، لكن ديك الرحلة قلنا من دبي إلى بغداد، هاي الرحلة كانت من اسطنبول إلى بغداد. هاي الرحلة ما عطلت الحمد لله وشكر، طارت الطيارة. الرحلة كانت تقريبا ساعة 10 مساء، قدموا لهم وجبة طعام، لكن الجديد اليوم أنه الجماعة قدموا لهم وجبة مثلجة بالكامل. أحد المواطنين وثق لنا الطعام المقدم لهم، واللي هو عبارة عن بوتيتا مجمدة. خلونا نشوف. بالعالم اكو قواعد للتخييم، يقول لك لما تطلع تخييم حضر خيمتك البريمز، عده للاكل وما اعرف شنو، عده لاشعال النار، عده للدفاع عن النفس، جلوب لايت، لازم تحضر اوليات عندك كلها كامله حتى تطلع تخيم. جماعه العراق لما يردون يركبون فلاي بغداد لازم يحضرون عده للركوب، هناك يحضرون سباين وشلابتينات وعلى مود يصلحونهم الطياره، أو يحضروها يصلحون التبريد، أو يحضروها حتى يسوون أي خلل يصير بالطيارة، لأنه ماكو يوم ماكو رحلة لفلاي بغداد إذا ما بيها خلل. وبالنسبة للأكل بريمز صغيروني حبيبي على الجداحة، أخذه وياك خلي بالطيارة يجيبوا لك الأكل، احمي ولا تنسى جدرية صغيرة. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا من أسامة عادل يقول كلها مصالح شخصية والمتضرر الوحيد هو المواطن المسكين. إليف دنزر تقول سلطة الطيران من تشوف هذه المقاطع ما تفتح تحقيق، سؤال منطقي. أحمد الكبيسي يقول هاي الطيارة مقدسة وصاحبها مقدس، ممنوع واحد يتعرض لها، صاحبها السيد. وأبو عقيل الفيداوي يقول فلاي عمار سبب دمار الخطوط الجوية العراقية. والمشكلة أنه بالعراق من المفترض أنه أكو ناقل رسمي للبلد، الخطوط الجوية العراقية من المفترض أنه العراق يفكر بيها، بس يبدو أن الجماعة بالعراق عندهم هم في تحطيم كل شيء حكومي، كل قطاع حكومي، وكل القطاع الحكومي هم يردون يدمرون، من تعليم إلى صحة إلى طيران إلى نقل إلى كل شيء. فتتخيلوا الحال اللي دا يصير بالعراق. والسؤال اللي ينطرح إلى سلطة الطيران و سلطة الطيران المدني، وإضافة إلى وزارة النقل، إضافة إلى رئاسة الوزراء، إضافة إلى رئاسة الجمهورية، إضافة إلى البرلمان، لما تشوفون الناس مذمرة من هاي الشركة، ماذا تقول لهم يابا تعالوا شنو وضعكم؟ بعدين لا تنسون ترى أوروبا حطتهم على قوائم الحظر، أنتم ما تفكرون أنه ترفعون اسمكم من قوائم الحظر؟ ورفع اسمكم من قوائم الحظر يحتاج لشغل هواية. أبو علي من لندن حياك الله. الله يحييكم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل لا تستغربون أنتوا، هي هاي دولة الميليشيات، أكثر من هاي ما يصير. دولة العصابات أكثر من هاي ما يصير، يعني لا يعني لا طيران عندنا، ولا صحة ولا تعليم ولا طيب، كل شيء تحت الصفر، زراعة صناعة كل شيء ما عندنا، ونفس الوجوه العفنة جايين يردون يرشحون نفسهم برا الخامسة. لا والدور جير شون الناس. أنا أسأل دولة اللي يعني دولة الحسين، هذا جائز يعني بالقانون جائز المرشح والمرشحة من يرشون الناس جائز يعني يصير قانونا ما جاء فيهم لو إلا بالعراق يعني تجير ترشون الناس
وجيت لاو الدور يهددون الموظفين اذا ما تنتخبونا ها راح نطلعكم من وظائفكم، والدور يهددون عوائل المسجونين يهددوهم اذا ما تجون تنتخبونا بعد تمنع عليكم زياره المساجين. انا ما اعرف وين وين الدوله، وين القانون، وين القضاء، وين زين وين المراجع؟ ابو علي بس سؤال، هاي شلون راح يضبطوها؟ يعني هسه اللي عنده واحد بالسجن لازم من يروح ينتخب يطق صوره شو انتخب حتى من يروح مواجهة الابنة او الاخوه او المره تروح مواجهة زوجها او الابوها تقول لهم انا انتخبت قائمتكم فوتوني؟ اي نعم اي نعم اي اي هو شو راح يصير؟ هو شو راح يصير؟ انا بس اقول حكايه واحده، سيد علي السيستاني وينك انت؟ وينك انت؟ ما جاي تشوف عمي؟ ما جاي تشوف ها؟ انت ما جاي تشوف ايش يصير بالعراق؟ كلمه واحده من عندك دول الميليشيات كلها ترجع لبيوتها، بس انت مستفاد من الميليشيات، بل انت يا سيستاني صمام الامان للميليشيات والعصابات في الخضراء. حرام عليكم يا شعب العراقي تنتخبون دول المجرمين القتله، حرام عليكم تنتخبون اللصوص، حرام، باكر تتحاسبون امام الله. نعم حياك الله. حياك حياك، شكرا شكرا لك ابو علي. برنامج صوتكم هي لنقل معاناة الناس في الداخل، لكن اكو هم كبير موجود بالوطن العربي، القضية الفلسطينية. ملفنا الرابع من فلسطين، تحديدا من غزة الصمود او غزة الصامدة قدام العدوان الصهيوني الوحشي الغاشم الفاشي اللي اشتردوا نسموه سموه. اليهود ذابحين البشرية وصدعوا رؤوس البشرية بالمحرقة، وحكت محرقة الهولوكوست وسووا النازية وقالوا النازية ويسوون الأتعس بالفلسطينيين وما حد يحكي عن هذا الموضوع. عندنا أول ملف أو أول فيديو في غزة اليوم، أطفال يتحدثونكم عن قصص اعتقالهم من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم في غزة، ويأكدون تعرضهم إلى شتى أنواع التعذيب البشع والشنيع على أيدي جنود الاحتلال. خلونا نسمع هاي القصص. من قبل 5 أيام صحينا على صوت الجرافات على باب دار سيدي تقريبا عند وادي العرايس، شفنا لقينا اليهود في الجرافات. أبويا طلع أختي الصغيرة كانت ميت أخوه، طلعت الرايه البيضاء، طلعونا هذا الجوالات قالوا صدروهم، اواعينا الشنافي اخذوهم فردوا بين الاولاد والبنات، البنات والنسوان والصغار مش عارف وين ودوهم، اما من الشباب من السله 14 لفوق اخذوهم، وانا كنت من بينهم انا وابويا. اخذونا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم طبهم تعذيب فينا تعذيب فينا، وانا قاعد بترجف واحد امريكي مشان الله خلينا نشرب ميه، الميه تقريبا يمكن هالقد شربته بال5 ايام، يعني كنت اتكلم معاه انجليش اترجات رجايه. بعد الاحتلال ادخلوا على الجنوب، في ناس ما رضتش تدخل ضلت في بيوتها، الاحتلال اقتحم البيوت جرفها، اخرجنا من منازلنا، بطحنا على الاراضي، قسم النساء والأطفال في جهة والرجال في جهة أخرى، اللي هو ما يزيد عن سنة 18 سنة. أخذوني أنا عمري 16 سنة، أخذوني معهم، قلت لهم نروح مع أمي، قال لي لا في تحقيق عليك. أخذني عندهم، أخذونا على منطقة إحنا بنعرفها في الحارة اللي هي براكس لدار الصيام لبوز. بعد ما أخذونا هناك عذبونا عذاب شنيع. أطفال تحت سن الرشد. أريد أسأل الأمم المتحدة ومنظمة Human Rights Watch وأطباء بلا حدود والمنظمات المحلية الفلسطينية والمنظمات الدولية اللي مختصة بحقوق الإنسان، انطوني أسماء المعاهدات اللي موجودة بالأمم المتحدة اللي تعاقب من يتعرض إلى طفل حتى في الحروب.
لكن هاي الحالة شفناها مرتين أو ثلاثة، شفناها بأفغانستان على يد الأمريكان، شفناها بالعراق على يد الأمريكان، شفناها فلسطين على يد الصهاينة، ما حد يحكي وياهم. نروح هسه إلى صمود أهل غزة. أخبار لواء جولاني التابع إلى جيش الاحتلال الصهيوني اللي فقد ليلة أمس قائد الكتيبة 13 باللواء وعدد من الجنود وضباطه خلال المعارك شمال غزة ونزلوا في كمين. تداول ناشطون فيديو يظهر لكم بكلمة من المقدم تومر جوينبرغ قائد الكتيبة 13 باللواء جولاني يتحدث بأنه هم راح ينتصرون وهاي المرة راح يفاجئون وراح يكونون هم المنتصرين. هاي الرسالة المقدم تومر جرينبيك اللي أعلن عن مقتل صباح اليوم ويا 7 من جنوده بكمين الشجاعية شمالي قطاع غزة. خلونا نشوف الكلمة. אני רק אסיים במה שהתחלתי, תראו מה זה, הנבואה שהקשים את עצמה. דור יום הכיפורים, אחד לאחד, עוד 10 שנים יהיה מגד גיבור לגדוד 13 עם לוחמים גיבורים, חלקכם כבר תהיו הורים, חלקכם כבר לא יודע איפה תהיו, הוא יקפיץ את הגדוד ביום כיפור, ויספר עליכם, ויראה תמונות של ההרוגים שלנו. אז כנראה שאתם לא כאלה מפונקים, וכנראה שאתם לא פחות גיבורים, וכנראה שאתם לא דור האייפון, אז כל הכבוד לכולם, גאה אחד אחד במי שעומד פה. بطولات عندكم، بطولات بالإجرام، عندكم بطولات بالاغتصاب، اغتصاب الأرض، عندكم بطولات بتحوير الحقائق، عندكم بطولات بكل شيء كاذب. لكن إذا أريد ندور البطولات روحوا شوفوا أصحاب الأرض، أصحاب الأرض اللي صارهم أكثر من 7 عقود بحدهم وبسلاح خفيف بالنسبة إلى سلاحكم اللي يجيكم من كل دول العالم. فالبطولات هناك، ما أتوقع اللي ده تحكي حضرة جنابك بطولة يعتبر. أما هذا الفيديو اللي راح تشوفوه هو آخر لقاء أو آخر مشاهد لقائد الكتيبة اللي انقتل بكمين الشجاعية، هو آخر فيديو إله هو وجنوده وضباطه قبل ما يروحون إلى الشجاعية ودخلوا بكمين إخواننا الأبطال، أبطال الدفاع عن غزة، أبطال المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة. خلونا نشوفها. على كفايف. هذا الفيديو الأخير. الناس لما تابعت هذا الموضوع، لما شافت أنه كثرة جرائم الصهاينة بحق أخواننا الفلسطينيين وشافوا صمود أخواننا الفلسطينيين وبطولاتهم والبطولات اللي سطروها على مر عصور من الزمن، علقت على هذا الموضوع واختارينا لكم بعض المنشورات اللي انكتبت على منصة إكس تعقيبا على مقتل قائد الكتيبة 13 بلواء جولاني. رضوان الأخرس غرد يقول: مصادر عبرية، قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني قال قبل يومين إن للواء حسابا مفتوحا مع الشجاعية منذ حرب 2014 والحساب على وشك أن يغلق. وقبل قليل اعترف جيش الاحتلال بمقتله هو و7 عسكريين معظمهم ضباط في كمين لكتائب القسام بالشجاعية. يمنية أصيلة تقول: تعرض لواء جولاني خلال 10 أيام الماضية إلى خسارة 35% من قواته وانهارت معنويات الجنود الباقين وأثرهم من بعدهم بعد سماع الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى. أميرة غردت: بشائر اليوم تنذر باقتراب النصر المبين، قولوا آمين اللهم آمين، هاشتاغ غزة انتصرت. ومحمد أحمد الأمير: يظن العدو الصهيوني بارتكابه لأبشع المجازر بحق أبناء غزة أن ذلك سيكسر معنويات المجاهدين ويخضعهم، فكانت النتيجة عكسية بأن تحول ذلك الإجرام إلى حافز ودافع وعامل قوة لردة فعل غاضبة ومزمجرة من أبناء غزة ومجاهديها الأبطال، ولن يرضوا بأقل من النصر عاقبة وخاتمة. كان هذا
بعض ما غرد على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل القضية الفلسطينية. ونسأل الله تعالى نحن وأسرة برنامج صوتكم في قناة الرافدين أن يسدد خطى إخواننا في قطاع غزة، وأن يرفع عنهم الغمة، وأن ينصرهم، وأن يعيد فلسطين حرة أبية إلى حاضنتها العربية. نافذة أنت ترى النافذة اللي وجدتها قناة الرافدين حتى الناس تقدر تصور، توثق، تنشر اللي تريد هي تنشره على شاشة الرافدين. عندنا مواطن من منطقة الإسكان بناحية الإسكندرية بمحافظة بابل، هاي المنطقة هواية طلعناها وهواية نشروا، لكن اليوم هذا المواطن ده يوثق لكم حال حضانة ومدرسة وملعب من دثرة متعرضة للتخريب من سنة 2003، يعني 20 سنة ما حد فكر لا بهالحضانة ولا المدرسة ولا الملعب، وما حد التفت إلها وأعاد إعمارها لحد هاي اللحظة، ويطالب أنه يلقون حل لأن الحضانة تخفف عنهم والمدرسة تخفف عنهم والملعب متنفس إلى أهالي الحي. خلونا نشوف. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم في منطقة إسكان ناحية إسكندرية في محاق بابل، هاي حضانة للأطفال تعرضت إلى تخريب قبل 2003. بعد 2003 لحد الآن أعمار ماكو، لا ترميم لا أعمار لا صيانة، كل شيء ماكو. وهذا ملعب الصفا، ملعب أيضا كان للشباب، أيضا انترك ما بعد السقوط، ولحد هاي اللحظة لا شفنا أعمار لا شفنا ترميم لا شفنا. هذا ملعب ليش ما حد يسوي؟ ما أعرف. يعني رسالة للمسؤولين في محاط بابل، منطقة منكوبة خدميا، بنايات متروكة، أيضا عندنا بناية مقابل المستشفى الإسكندرية أيضا متروكة، يعني خرابة صايرة، ليش ماكو صيانة؟ ليش ماكو عمار؟ وقل لك ماكو مكانات واسعة قطع أراضي، هاي يعني المفروض هسه عمار وترميم ملاعب أسوي للأطفال للشباب. هذا الحال في حي الإسكان بناحية الإسكندرية بمحافظة بابل. عدنان من ألمانيا، حياك الله يا عدنان. أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله في جهودكم. تحية ودوم. والله بالحقيقة كنت أريد أن يعني أبين صوتي بما يخص غزة. تفضل. لأن الآن قضية ناحية الإسكندرية وهذا التعرضوه ما عندي معلومات عنه. لا لا يعني تفضل، يعني نحن بها غزة قبل قليل طلعناها. نعم. أكو قائد كتيبة 13 بلواء جولاني انقتل بكمين شجاع من عناصر المقاومة الفلسطينية في الشجاعية، وأيضا اعتقال الأطفال وتعذيبهم على يد قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم. نعم نعم نعم، هذه أعمال يعني قد نقول أنها تلمودية، وهذا ما يستشهد به نتنياهو أيضا من التلمود، وهم يريدون قتل وحرق الحرث والنسل. نعم. فلا يهمهم إن كان طفل أو كان حيوان أو كان إنسان، فهذه من شيمهم ومن عقيدتهم الفاسدة، والذي يعملونه في غزة إنها جريمة 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 تفوق جرائم النازية، لأن هذه الأمور التي يعملونها الآن لا يقبل بها أي إنسان في العالم له ضمير. ونحن نرى الاحتجاجات في كل دول العالم، ودولة الاحتلال هذه قد فقدت سمعتها وفقدت مصداقيتها وكل شيء، وهي تكذب على العالم وحتى على شعبها، وهذا موثق ليس كلام من عندي. فإن شاء الله يكون هذا الظلم وهذا النظام الزائف العنصري نعم. إلى زوال بإذن الله تعالى، والفضل في ذلك لله تعالى ولصمود الفلسطينيين ومقاومتهم الباسلة التي تبذل الغالي والرخيص من أجل هذا الوطن ومن أجل الإسلام عامة. نعم. والمسجد الأقصى، فهم أهدافهم شريفة ونبيلة. نعم. ويجب علينا جميعا أن نساندهم بما نستطيع، وعلى الأقل بالصوت وعلى الأقل بالمال. نعم. ونسأل الله تعالى لهم النصر والثبات والتسديد، ونسأل الله تعالى أن يفرج هذه الغمة عن قريب إن شاء الله. نعم. وبوادرها ظاهرة إن شاء الله. نعم. والنصر للحق وللفلسطينيين والمجاهدين الفلسطينيين. نعم. وخصوصا في غزة والضفة. نعم. وأشكركم على التحدي. شكرا لك أخ عدنان.
الاثنين الجاي 18/12 انتخابات مجالس المحافظات، كل القوى تقول انه راح تكون صفعه الى كل السياسيين، وغردوا على وسم تصدر ترند العراق اللي هو قاطع انتخابات حراميه. حيدر ابو كوثر، حكومه تفاوض نوري زهير، حكومه كل زمام امورها بيد السفيره، حكومه ما تقدر تعالج سعر الدولار، علي من ننتخب ونشارك بمسرحيه سرقتنا. نرجس حمزه الكناني يتباهون بالسرقه والفساد والشعب كاتل الجوع، ومحمد تقي البحراني 20 عام تنتخب ما تنتخب الاطار يقود دوله، يخسر بالانتخابات يقول مزوره، تسجيلات مسربه وتهديد بالسلم الاهلي والقضاء السكت عنه، بيع ثلثي العراق ومجزره سبايكر، التستر على الفاسدين وضمان خروجهم من السجن، الشعب العراقي يفتقر ابسط مقومات الحياه، تمطر تغرق الشوارع ويعطلون الدوائر وبالامتحانات يقطعون النت، دولارهم وصل لل 170، وحمزه طاهر الى اخوي العراقي لا تسلط الحراميه على رقبتي ورقبتك، خبرناهم ما بيهم ولا واحد شريف وتحولوا من زوري الى حيتان فساد، هاشتاج قاطعوا انتخابات الحرامية. كان هذا الوسم اللي تصدر ترند العراق اليوم. وفي الختام نتمنى النصر لإخواننا في غزة، ونتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله يوم الجمعة، انتظروني، في أمان الله.